ازيك يا حنان؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. اهلا 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 يا مرات عم. ازيك يا ايهاب يا ابني؟ الحمد لله. ازاي احوالك؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ نحمده. انا اسف ان انا جاي من غير ميعاد، بس ان شاء الله انا مش هطول. ما تقولش كده يا ابني، ده بيتك، احنا هنتعشى كمان شوية، خليك اتعشى معانا. خليها مرة تانية ان شاء الله. طب اسيبكوا بقى براحتكم. حنان من فضلك، انا يهمني جدا تحضري الكلام اللي انا هقوله. كلام ايه يا ابني؟ انت كده وغشتني. انا بلغني يا حاجة ان انتوا بعتوا ارض القنطرة. عم صالح قال لكم؟ ازاي يا حاجة تبيعوا حاجة مش بتاعتكم؟ مش بتاعتنا؟ ازاي ما تقولي لها يا حاج؟ اقولها ايه يا ابني؟ اذا كنت انا نفسي مش فاهمة. لا حضرتك مش فاهمة ولا مش فاكرة؟ جرى ايه يا حاجة؟ انت ما تعرفيش ان عمي الله يرحمه كتب مبايعة بالارض لابويا من 30 سنة؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ ولما ابويا باع الارض احنا بقى ازاي ورثناها؟ وازاي بناخد ايرادها كل شهر؟ قول بقى ان انت عرفت ان الارض هتتباع فجاي تقول اي كلام وخلاص. انا ما بقولش اي كلام يا دكتورة، ومش جاي ارمي بلايا عليكم. في مبايع للارض دي، والمبايع دي معايا، ابويا وامي ما بيكدبوش. انا جيت النهاردة عشان المفروض انتوا كمان تبقوا عارفين الحق فين وترجعوه لاصحابه. حق؟ حق ايه ده؟ بيقول حق؟ حق ايه يا دكتور اللي اهله سايبينه 30 سنه؟ طب ما تقول كلام عاقل كده عشان اقدر افهمك واصدقك. الظاهر بقى ان عم حسن كبر وبيخرف. لا بقى، روح اقعد مع ابوك وشوف بقى ارض ايه وورقه ايه، الكلام ده ما يخصناش خالص. اهدي يا حنان. اهدى ايه يا ماما؟ انت مش سامعه بيقول ايه؟ اهدي واقعدي. ابن عمك ما بيقولش كلام غلط. أبوكي الله يرحمه صحيح كتب ورقة مبايعة بالأرض لعمك حسن، وكلام ده من زمان، من قبل ما يموت بكام سنة. بس أنا مش عارفة إزاي نسيت حاجة زي دي. اللي أنت بتقوليه ده يا ماما، إيه اللي بتقوليه ده؟ ماما ماما ماما، أنت فاهمة بتقولي إيه؟ سمعت يا دكتورة؟ أبويا ما بيخرفش. أنا كان ظني برضو يا حاجة إن أنت كنت ناسية. ما هو مش معقولة هتكوني فاكرة حاجة زي كده وتمشي في البيعة كده عادي. يا ريت حضرتك تفهميها وتفهمي إخواتها، ولما يستوعبوا الموضوع نحدد ميعاد ونتكلم فيه، ونشوف بقى هنعمل إيه مع الناس اللي اشترت الأرض دي. دكتورة، إحنا عاوزين نحل المسألة ودي، مش عاوزينها توصل للمحاكم عشان نقف قصاد بعض. سامعة دكتورة؟ مش عايزين نقف قصاد بعض.